العيادات الصحية الخاصة والمختبرات الخاصة. لكن في عندنا إشكالية، إحنا جاهزين، مجلس الخدمات إدارة النفايات الصحي جاهز، مش جاهز وزارة الصحة لحد الآن فيش عندهم إحصائيات نهائية، بيشتغلونا على الإحصائيات على أساس يبلش تطبيق هذا النظام على كافة القطاع الصحي في الله. ممكن نسأل ناس نعم، ليش أنتم مش لابسين لبس انه يحميكم من الامراض اللي اذا كانت معدية؟ ما انتم حاطين هون تحذير نفايات خطرة معدية. لابسين اللباس وعندهم المكبسات وعندهم كمامات وكل لباسات ويخلصوا الشغل وتعطيهم يعني. طب تجيش من هون مثلا كذا ما بلبسش اثناء الشغل بتلبسوا وين؟ اثناء الشغل نعم بلبس كمامات. لما بتدخلوا على المايكروويف وعلى شو عليه؟ بس لك شوي كبير حتى شوف شو اللبس اللي عنده الحاجات الكوبسات الكمامات طبعا طبعا في نظام خاص للتعامل مع المستشفيات، عملية النقل داخل المستشفى هذه الزوار الخاصة. كم سيارة تجمع عندكم؟ اثنين؟ واحد بس سيارات. في عندنا بيحكي سيارة جديدة مشان المختبرات. للمختبرات. لا بيت لحم.